بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برقية تهنئة إلى سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة تشكيل أعضاء الحكومة الجديدة والتي حازت على ثقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. ثمن فيها سموه الجهود الكبيرة والمساعي الحثيثة في تحمل تبعات الأمانة والمسؤولية الكبيرة التي أسندت لسموه، داعيا الله أن يوفقه ويسدد الخطى في النهوض وتنمية الوطن الغالي. كما بعث سموه حفظه الله برقية تهنئة إلى معالي الوزراء بمناسبة صدور المرسوم الأميري بتكليفهم للوزارة الجديدة ونيلهم الثقة السامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وثقة سمو رئيس مجلس الوزراء. ضمنها سموه خالص تهاني بهذه الثقة الغالية، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يعينهم على تحمل تبعات هذه الأمانة الكبيرة التي أسندت إليهم، وأن يسدد الخطى ويكلل بالنجاح جهودهم من أجل بلوغ نهضة تنموية شاملة لوطننا الغالي وشعبنا الوفي، وأن يحفظ لكويتنا الغالية أمنها ورخائها، وأن يديم عليها التقدم والازدهار والرخاء تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ذخرا للوطن وقائدا للعمل الإنساني.